والآن مشاهدينا، وللحديث أكثر عن ملف التظاهرات ومطالب الشعب ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد في هذه النشرة، وأسألك بداية عن يعني ما الذي ستضيفه تظاهرات 25 من أيار برأيك؟ هل الرسالة هي إثبات الوجود أم التأكيد ربما على مواصلة المطالبة بالحقوق ومحاسبة القتلة؟ تفضل. تحياتي لك وزميلك وجمهورك الكريم. أنا السياسي العراقي المعارض أحمد الأبيض. أهلا بك. من البدء الحقيقة كثير كان يعتقد رؤيتنا خطأ، واعتقد أن ثورة تشرين سوف تنتهي، ثورة تشرين التي طرزتها دماء الشهداء. اليوم تحية إجلال وإكبار للشعب العراقي الموحد الذي خرج من كل أطياف ومناطق العراق من شماله وجنوبه، وهذه المشاركة الواسعة اليوم في التحرير، هذه المليونية الحقيقية وليست المليونية الزائفة للأحزاب التي تشتري ضمائر الناس وأتباعها. فلولهم اليوم هربوا بالمناسبة، هذه الإضافة الحقيقية. حتى المعلومات التي لدينا كثير منهم هرب وترك مواقعه في منطقة الغبراء التي جابت الويلة والثبور على العراق. الشباب السلمي اليوم يطالب بقضيتين، واحدة مناشدة للمجتمع الدولي أطلقتها أنا يوم أمس، أن يرى ويرعى بعين الاعتبار ما يحصل في العراق، هي ثورة حقيقية ليست ثأرا وانتقاما لدماء الشهداء. وحتى ما ذكرته والدة الشهيد إيهاب الوزني رحمة الله عليه كان في قمة الرقي، هي تريد إقامة العدالة المفقودة والمنقوصة في العراق. استهداف الناشطين الشباب الأحرار الذين ليس لهم ذنب إلا أنهم طالبوا بوطن منذ تشرين إلى اليوم، الميليشيات القذرة المرتبطة بالأحزاب والمسؤولين عناصرها القتلة الذين يجوبون الشوارع الآن كالجرذان اختبأوا في المجاري، هكذا أريد أقول. ولذلك لا يمكن أزاء أسرار هذا الشعب الذي انتفض من صميم اليأس لينتزع وطنه الحقيقة من أيدي هؤلاء القتلة. دكتور دعني أرحب مرة أخرى من الرئيسة الآن وأقول، هل مددت تشرين اليوم القوى السياسية أو البعض منها خصوصا تلك الفاسدة؟ هذه القوة السياسية قوة مستهترة، دعني أوضح لك شيء، مستهترة والآن انتقلت من حالة الهجوم والانقضاض على الشعب العراقي بعد أن امتصت دمائه وأمواله، الآن أصبحت مدافعة، وليست مدافعة عن قضية ومبدأ أو عن نظام، مدافعة عن نفسها. كثير منهم الآن يتصل لغرض أن يوجد له مخرجا لشخصه حتى يترك عائلته. هؤلاء لا يمكن الرهان عليهم، لا يمكن تسميتهم سياسيين. هؤلاء قتل سراق، ذبحوا الشعب العراقي، هجروا الكفاءات، لم يبقوا شيء في هذا الوطن. نحن الآن مع الشعب العراقي الحقيقة نستعد للخطوة القادمة. هذه المعارضة، الجبهة العراقية المعارضة الوطنية أصبحت مشروعا حقيقيا ومظلة سياسية، لا أقول لتشرين وإنما للعراقيين الشرفاء في الوطن والمنفى. هنالك بديل وطني بدأ العمل الحقيقة عليه لتشكيله، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الاتحاد الأوروبي وكل دول العالم الخيرة والمحبة للسلام أن ترعى حقيقة التحولات في العراق. هذا الشباب لن يعود، سوف يبقوا في الساحات بأيام إلى أن يتم الحقيقة الاقتصاص من القتلة. القتلة معروفين بمناسبة، والأدلة الجنائية جاهزة. نحن لا نسعى يعني لإقامة القصاص على الذي نفذ حقيقة، على الذي أطلق الرصاص. هذا جزء وهو أداة في منهج الحقيقة شمولي وأصرار، وخصوصا من رجالات الدين المتطرفين الذين يصدرون الفتاوى بقتل الشباب باتهاماتهم انه جوكرية وامريكان ومعروف ايش. هؤلاء عراقيين يدافعوا عن وطنهم، لذلك يجب ان تخرس هذه الافواه والالسن التي تسيء لتشرين وثوارها وابطالها. لا نريد ان نتحدث بارقام اكاديميه، العراق خرب، العراق تم تدميره بالحقيقه بحقد فارسي وبصمت دولي على ما حصل في العراق. هذا البلد التاريخي العظيم تم تحويله الى مكب نفايات الحقيقه. لذلك هؤلاء الذين متشبثين بالسلطه ويراهنون على تحولات ديمقراطيه من خلال انتخابات زائفه وما شابه ذلك انتهى حقيقه هذا الامر. هذا النظام السياسي الان توفى ليس سريريا وانما عضويا، ومحاوله الحقيقه استخدام الصوت على الشعب العراقي من يد الجلاد التي ترتجف الان تحت ظل صيحات الشباب العراقي لن تنفعهم. ميليشياتهم المندسة في القوات الأمنية مكشوفة، لذلك على الجيش العراقي، وأنا ناشدتهم يوم أمس، القوة الأمنية بحسها الوطني بضميرها الإنساني أن تحمي الشباب العراقي.
حتى لا يحصل الذي لا نتمناه حقيقة، لأن هذا الشباب الثائر سوف لن يتلقى الضربات وهو ساكت. نعم هذه هي تشرين، أصبحت مدرسة منهج ثوري كبير سوف يتعلم كل العالم الحر من تشرين ما معنى تشرين وما معنى الثورة الحقيقة ضد إمبراطورية الخوف والرعب اللي جاءت بها طهران للأسف، واللي كما ذكرت لك مكنها العالم أن تحتل العراق. الآن يجب أن يتحول الشعار العراق محتل من إيران، من النظام الإيراني، النظام الملالي الذي يعني الحقيقة يستخدم أدرع وميليشيات قذرة لإيذاء الشعب العراقي. تمام. طيب دكتور، يعني في ظل هذا الضغط الشعبي الذي نراه، يعني برأيك جبل التسويف هل سيذوب؟ وتعلم يعني ويعلم الجميع بأن المتظاهرين أكدوا بأنهم ليسوا بالضد من الحكومة بل يدعمونها. لا هذا غير صحيح. لا سيدتي أختلف معك. أولا هو ذكرت جبل الجليد، هو ليس جبل الجليد، هي كرة الثلج الحقيقة، كرة الثلج التي تبدأ بحجم الحصى لتصل بحجم الكرة الكبيرة، هكذا هو الوضع في العراق. كرة الثلج كبرت إلى الدرجة التي ما عاد الشعب العراقي يتحمل. الحكومة الآن متهمة من قبل العراقيين، متهمة لأنها لم تقم بأي إجراء حقيقي لحماية المتظاهرين ومحاسبة القتلة التي هي وصلت بفعل ثورة تشرين ولم تصل بإرادتها، وكان عهدها والتزامها أن تحاسب قتلة المتظاهرين ولم تقم بأي شيء. لذلك كانت جريمة اغتيال الشهيد الوزني هي كجرس انذار الحقيقة، أصحت ضمائر كل العراقيين، وبنفس الوقت الحقيقة هي جرس انذار لهذه الحكومة. هذه الحكومة عليها الحقيقة الآن مسألتين، لا تراهن على انتخابات بائسة، هي تعرف أن الميليشيات وأدواتها تسيطر على أدوات اللعبة الانتخابية وسوف لن يحصل أي تحول في هذه الانتخابات، والثاني عليها أن تعود إلى الشعب العراقي لتنقل له السلطة، وهذه نصيحة من خلال قناة دجلة، لا تراهنوا على البقاء فإن البقاء سوف يدميكم. ولكن دكتور آخر المطاف. أنت نعم. ذكرت المجتمع الدولي، لربما أشرت إلى هذه النقطة، وأنت سيد العارفين بأن المجتمع الدولي ينظر إلى جهات رسمية، ينظر إلى عضو مجلس النواب، ينظر إلى نائب رئيس وزراء، ينظر إلى رئيس وزراء، فكيف يمكن أن أقنع المجتمع الدولي بأنه اليوم الدكتور أحمد الأبيض والله يتكلم بالنيابة عن الشعب العراقي أو يتكلم بمعاناة وإن كانت حقيقية؟ ولكن أنت نحن لا نتكلم بالنيابة عن الشعب العراقي، نحن نتكلم بلسان الشعب العراقي، هذه بس. كيف سنقنع المجتمع الدولي؟ أنا أقنعك وأقنع الجميع. هناك نظامين عرفناه من خلال الجبهة العراقية المعارضة، هناك نظام مرسوم اللي هو نظام الديمقراطي والانتخابات، وهناك نظام قائم الذي هو النظام المشوه، نظام الميليشيات والمحاصصة. نحن نستهدف إزاحة هذا النظام القائم المطبق، لا نستهدف إزاحة النظام الديمقراطي، نحن نريد الديمقراطية والحرية والتداول السلمي للسلطة. ولكن العراق الكل يعرف وأنت تعرف والكل يعرف ليس هنالك أي ارتباط ما بين النظام المرسوم والنظام القائم، ولكن المجتمع الدولي سوف يحرج من خلال شعوبهم خصوصا في أوروبا يتعاملوا مع احترامي مع نائب قاتل، يتعاملوا مع وزيرا فاسد، هذا بالضد منهم ومن مبادئ المجتمع الدولي الحر. لذلك هو هذا الرهان بدأ العالم يستوعب، وبأمس بالمناسبة صدر أهم تقرير كان يجب على الإعلام أن يتناوله، صدر من منظمة العدل الدولية توجيه إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة تسليط الضوء على متظاهرات يوم 25 آيار، وأن الميليشيات تحاول استهداف المتظاهرين. وبذلك الحقيقة بدأ المجتمع الدولي يتحرك، بدأ يعي أنه هناك ثورة في العراق، ليست ثورة كما كان يصفها البعض بأنها ثورة جنوب وما شاء الله. اليوم أهالي الأنبار دخلوا إلى بغداد وصلاح الدين، وحتى من السليمانية جاءوا الشباب وكل أرجاء العراق. إذن الشعب العراقي كله يرفض هذا النظام السياسي القائم. أنا أقول القائم، لذلك يجب أن يكون هناك صوت ولسان للعراقيين يعبر عنهم. لذلك نتمنى من الإعلام العراقي كله أن يتحول إلى إعلام وطني يعتز به لينصر هذه الثورة، هذه ثورة حقيقية عزيزي خلالكم خلال دجلة التي لها مواقف مهمة مع ثورة تشرين. يجب أن يكون هنالك تسليط ضوء على حقيقة ما يجري في العراق، ليس محاولة أنه يعني دكتور ما يجري في العراق لربما بات واضحا ليس فقط للمجتمع الدولي وليس فقط أيضا للشعب العراقي، للعالم برمته. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الأبيض السياسي العراقي على هذا الحوار. قناة دجلة تكفل لكم حق الرد، راسلونا على news@dijla.tv.